السلام عليكم. الحمد لله جيت يا اخي. اقرا لي الجريده دي. هذا الجريده شنو بقرا؟ انا ما بعرف اقرا ذاتي. افتح دورك في المبارح ما قريتها لي كلها يا اخي. حيت مزحلين والله. شنو مبارح؟ شنو هذول؟ انا اول يوم اجيك هنا. لا انت ذاتك بس ما دار تقرا لي الجريده، وانا ما بنوب الا يقروا لي الجريده. وانا ضغطي في شنو يا اخي؟ الناس بنوبوا باللبن وبنوبوا بالفيزا تدوب لك بالجريده. تعال تعال ابو عجب بكلمك. تعال اجيك هناك؟ اي تعال. باي ما مطمئن لك. اكلمك. ما مطمئن لك اصلا. تعال يا اخي ابو عجب هنا. هاي شاطر انت والله. الله يبارك. اقرا لي الجريده دي. اقرا لي هذا الجريده. شنو هذا الحلقه كتفك دي؟ والله ما فك الا تقرا لي الجريده. الله يقول لك كلام عيان. انا دي اذا قبضتك زي الزرد يا اخوان. ما ادري شو هذا. اقرا لي. اقرا لي والله. عين ابوك ده لا عيان ولا حاجه. كل يومين ثلاثه يقول عايز يمشي الدكتور وانت ما فاضي له. انا شايفه انه حلك الوحيد توديه ده الرعايه خاصه. قصدك ايوه بالضبط. بكره الصباح تقوم تمشي المستشفى تسوقه من هناك توديه دار الرعايه. وطبعا انت ما فاضي وانا كمان ما فاضيه. يعني الحاجه دي لمصلحته. طبعا لمصلحته. ولا رايك شنو؟ انت الليل عال العال. هنعمل له خروج. الحمد لله على السلامه يا عم حسين. انت منو؟ دكتور خالد. دكتور خالد الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عم حسين. الله يبارك فيكم. بس وين عامر؟ ايش؟ سوق من هناك تودي دار الرعاية. وطبعا انت ما فاضي انا كمان ما فاضية. نحن هنسوق حسين معانا للبيت. لما يجي ولده عامر وليه عدنان الصاوي قال لك تحصله في البيت هناك عشان تشوف ابوك. يا ساتر. عامر انا قلت له ما السوق سريع ما يسمع الكلام راسه قوي. عامر انت بتعرفه يا حاج؟ انا ابوه. يعني هترافقه؟ انا رافقته لما كبر وعرست له. حس اسيبه لما لقيته. عامر يا عامر. عامر يا ولد اتكلم معايا. يا عامر 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 يا ولد اتكلم معايا. يا ولد عامر عامر يا عامر 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 يا ولدي عامر. اجتماع اجتماع عشان لازم نعمل جدول جديد نتابع به حالة حسين وولده. إلا أنا. وانت مالك الفاضي ماشي اتعلم القرايه يا زول؟ عشان عم حسين ده بالليل بيقول ما قرروا الجرايد ابنه.